شهدت متاحف ومسارح وزارة الثقافة إقبالاً جماهيرياً حاشداً عقب قرار وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بفتحها مجاناً احتفالاً بالذكرى المجيدة لانتصارات أكتوبر. وأكد رئيس قطاع الفنون التشكيلية أن متاحف الوزارة القومية والفنية شهدت إقبالاً كبيراً من الجمهور من مختلف الأعمار، مضيفاً أن المتاحف نظمت سلسلة من الورش الفنية المخصصة للأطفال والنشأ.